بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، هكذا أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الثاني، والشوط الثاني المخصص لفئة الذلل المهجنات الأصائل لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، متمنين السلامة والتوفيق والناموس لجميع الذين أتوا هنا للمشاركة ولمتابعة انطلاقات هذا اليوم من سن الكبار. 8 كيلومترات هي المسافة المقررة من قبل اللجنة المنظمة. نعود إلى هذا الشوط ونعود إلى براقة على المركز الأول سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، يضمرها ويدربها السيد عتيق بن علي بن خفية مسيطرا وأيضا متقدما لهذه المجموعة، بينما تنطلق على المركز الثاني هنالك الأشريطية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم مع سيد عتيق بن علي بن خفية، بينما المركز الثالث أشوف المركز الثالث القادمة منوه، هذه مياسة على المركز الثالث من أجل سيح السلم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي، والمركز الرابع تأتينا الشايبة على المركز الرابع، تعود ملكية الشايبة لسيد حارب بن سعيد بن حارب العجيد الاكتبي، وإذا انتقلنا إلى المركز الخامس فهنالك صوغة على المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم بقيادة سلطان بن سيف المقبال الذي سطر الفوز والناموس في الشوط الأول الرئيسي للمحليات، يشارك أيضا بصوغة في هذا الشوط ويمني النفس بالفوز وبالناموس. المركز السادس القادمة يودة لسعادة مصبح بن سعيد بالعجيدة الكتبي، هذه هي إذن الأسماء المشاركة في قمة تنافس شوط المهجنات الأصائل في هذا الشوط الفريد، في هذا الشوط الذي أيضا تتميز فيه هذه الهجن الأصيلة التي تركض على أرضية ميدان الذيد، هذا الميدان الفسيح الذي يستقبل الأصائل في صباح هذا اليوم. 2 كيلومترات قطعناها وتبقت 6 كيلومترات، مسافتنا اليوم هي كما ذكرنا المسافة الماراثونية التي تتسابق فيها هذه الهجن. نعود إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، تتقدم بهذه اللحظات هنالك أيضا على المركز الأول، إذن على المركز الأول هذه القادمة إذن متابعينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، هكذا أيضا ننتقل إلى المراكز الأولية حيث التنافس القوي والمثير، وهنالك الصريدية أيضا من تتقدم هذه المجموعة، ولكن نشوف التغييرات التي طرأت على المركز الأول على صدارة هذا الشوط، وهنالك أيضا المتقدمة براقة في هذه اللحظات
تتقدم بفارق بسيط براقة على المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يضمرها عتيق بن علي بن خفية. وفي المركز الثاني هنالك الصريدية على المركز الثاني أيضا لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يقودها عتيق بن علي بن خفية في عملية التدريب والتضمير. المركز الثالث هنالك مياسة على المركز الثالث القادمة بقوة في هذا الشوط، أيضا لهجن سيح السلم أيضا بقيادة أبو علي حمد بن علي العويسي على المركز الرابع. حارب بن سعيد بن حارب العجيد الكتبي يتقدم مع الشايبة على المركز الرابع. وهنالك أيضا المركز الخامس، المركز الخامس أيضا من على البعد هناك أشوف أيضا اللي قادم على المركز الخامس، هنالك الصوغة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم بقيادة سلطان بن سيف المقبالي. وهنالك أيضا يودة يقدمها لنا سعادة مصبح بن سعيد بالعجيدة الكتبي. هذه النتيجة وهذا هو النداء الثاني لهذا الشوط، لشوط المهجنات الأصائل. ما شاء الله هنالك أيضا المسيرة تسير والتحديات ما تزال قائمة في هذا الشوط، ولكن أربع في مراكز متقدمة أيضا تسيطر على المراكز الأولية وعلى الناموس. أشوف هناك أيضا من يتابع هذه الشعارات، أيضا متابعة دقيقة ومتابعة لصيقة، ولكن أشوف التغييرات التي حصلت على المركز الأول في هذه اللحظات. تتقدم بهذه اللحظات هذه مياسة على المركز الأول عفوا، تتقدم هذه الجموع وتنطلق بالمركز الأول من هجن سيح السلم بقيادة أحمد بن علي بن عامر العويسي أبو علي شد الحيل. ولكن هناك أيضا شعارات قادمة أيضا تطالب بالفوز وتطالب بالناموس. هذه الصريدية على المركز الثاني وتحمل شعار سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يقدمها لنا عتيق بن علي بن خفية. يلا يا أبو علي شد الحيل. ولكن أيضا أسماء وشعارات أخرى قادمة على المركز الثالث، المركز الثالث هذه براقة على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة عتيق بن علي بن خفية. المركز الرابع، الرابع الرابع الشايبة، الشايبة تركض بقوة في هذا الشوط وأيضا تبرز أيضا رشاقتها وقوتها وسرعتها على المركز الرابع بقيادة أيضا مالكها ومدربها ومضمرها حارب بن سعيد بن حارب العجيد الكتبي. يا سلام يا سلام، هنالك أيضا شعار سعادة مصبح بن سعيد بالعجيد القادم، وكذلك القادمة صوغة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم بقيادة سلطان بن سيف المقبالي. هذه النتيجة متابعين الكرام، يا من تتابعون هذا الشوط، الشوط الرئيسي للمهجنات الأصائل. سن الكبار اليوم أبدعت في ميدان الذيد، وما تزال هنالك أيضا أشواط قادمة ستشهد الكثير والكثير من الإثارة ومن التحدي ومن أيضا المنافسة القوية. نعود إلى مياسة، إذن نعود إلى هذا الشعار الذي صال وجال في ميادين السباقات وقدم العديد والعديد من الأسماء ومن الأبطال. يتقدم اليوم بمياسة على المركز الأول وهي تسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة في مجريات هذا الشوط بقيادة أيضا حمد بن علي العويسي أحد المضمرين الأكفاء. ولكن هنا على المركز الثاني القادمة الصريدية على المركز الثاني تحمل هذا الشعار الجميل وهذا الشعار القوي وهذا بهذا الاسم التراثي المميز. الصريدية إذن لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يتقدم معها عتيق بن علي بن خفية متابعا أيضا لكل الأحداث ومتابعا لي أيضا الكيلومترات التي تنقطع في هذه اللحظات، وتبقت كيلوين عن خط النهاية. يا السلام يا أبو علي. المركز الثالث، تقدمت الشايبة في هذه اللحظات بفارق جميل وبفارق أيضا ممتاز وبأداء أيضا أكثر من ممتاز حارب بن سعيد بن حارب العجيد الكتبي، من يتابع الشايبة في هذا
الشوط ويقودها إلى حيث الانتصارات والتحديات. العودة إذن إلى المركز الرابع، العودة إلى براقة على المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن علي بن خفية. هذه هي النتيجة، هذه النتيجة الخامسة والسادسة. هنالك يودة لسعادة مصبح بن سعيد بالعجيد الكتبي، والمركز السادس حلت فيه صوغة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم بقيادة سلطان بن سيف المقبالي. هذه النتيجة إذن، هذه النتيجة وهذه الهجن التي خطفت الأضواء وخطفت الكاميرا والجمهور بسرعة وباندفاع عالية ما شاء الله، نحو أيضا لوحة الألف وميتين الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية ونهاية هذا الشوط. مياسة إذن هي المسيطرة وهي البطلة المتوجة حتى هذه اللحظات بهذا الشعار الأنيق والجميل. مياسة إذن هي صاحبة الصدارة والجدارة على المركز الأول من هجن سيح السلم بقيادة حمد بن علي العويسي، ولكن حارب بن سعيد بن حارب بالعجيد الكتبي من يتقدم مع الشايبة ويسيطر على المركز الثاني في هذه اللحظات، والثالثة الصريدية التي بدأت أيضا تشكل الخطورة على مياسة وبدأت تقترب رويدا رويدا من المراكز المتقدمة من المركز الأول. هذه الصريدية على المركز الثاني إذن لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن علي بن خفية. حرك يا بن خفية، حرك يا حارب، يا بن سعيد يا بن حارب، حرك يا أبو علي. وين الناموس اليوم؟ وين الناموس؟ ولكن خلاص طارت الطيور بأرزاقها، طارت مياسة، طارت هنا أيضا الصريدية طارا بالمراكز الأولية بالفوز بالناموس، ولكن أبو علي يودع الجميع ويقول لهم باي باي بالمركز الأول مع مياسة، مع مياسة، مع الاسم العملاق، مع الشعار الجميل، مع السلالة المميزة، ولكن الصريدية ما زالت ترفع راية التهديد والتحدي. هذه إذا مياسة على المركز الأول من هجن سيح السلم، المركز الثاني صريدية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، ولكن خلاص مياسة تفوز ويسجل هذا الاسم باسم مياسة. تهانينا لجماهير هجن سيح السلم، تهانينا لمالك هجن سيح السلم، تهانينا وناموس لأيضا المضمر حمد بن علي العويسي على هذا الفوز الثمين الذي حققته مياسة. المركز الثاني هنا أيضا الصريدية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة عتيق بن علي بن خفية، والمركز الثالث كانت الشايبة لحارب بن سعيد بن حارب بالعجيد الكتبي. تهانينا والناموس. 13 دقيقة 24 ثانية و49 جزءا من الثانية هو